بيك تايم بودكاست. احمد عز، يا اهلا وسهلا. دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه ضايقتني لما شفتك. انا اكتشفت انك اطول مني. ابتديت ريسبشنست والله في فندق موفن بيك الهرم، ولاد رزق 3 بنقله تانية خالص. قعدت جنبها فشفت المراحل دي. بعدها جالي حاله من الاكتئاب في رمضان واحنا قاعدين على الفطار، قلت لهم انا استقلت عشان حماس، ابويا ساب الاكل. بيك تايم بودكاست الليله الثانيه بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.